دان سأل يقول هل قبل صلاة الجمعة وبعدها سنن راتبة؟ أما قبل صلاة الجمعة فليس هناك سنة راتبة، لكنه يشرع الصلاة قبلها حتى يدخل الإمام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل يوم الجمعة ومشى ومس أحسن ما يجد من طيبه ثم أتى الجمعة وصلى ما شاء غفر له ما بين الجمعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله وصلى ما شاء، وفي رواية صلى ما كتب له غفر له ما بين الجمعتين، هذا دليل على أنه لا يوجد وقت نهي قبل صلاة الجمعة، حتى وقت قيام قائم الظهيرة وهو من الساعات المنهي عن الصلاة فيها، الذي يكون قبيل دخول وقت الظهر بربع ساعة تقريبا. الأصل أنه إذا قام قائم الظهيرة لا يجوز الصلاة في هذا الوقت إلا ذوات الأسباب، لكن في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما شاء. السلف رحمة الله عليهم، الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، كان الواحد منهم يأتي إلى الجمعة، فمنهم من يصلي ركعتين ثم يقرأ، يجلس يقرأ القرآن أو يذكر الله، ومنهم من لا يزال يصلي ويسلم من كل ركعتين حتى يدخل الإمام، حتى يدخل الإمام. إذن هذه الصلاة التي تكون قبل صلاة الجمعة وليست من السنن الرواتب، لكنه وقت صلاة ولله الحمد والمنة، ويعتبر صلاة ضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل وقت الظهر بحوالي ربع ساعة أو 12 دقيقة، لكن في الجمعة حتى الربع ساعة التي قبل الظهر يجوز الصلاة فيها كما أشرت. أما بعد الجمعة نعم، فيوجد سنة راتبة، والذي جاء في الأحاديث وهي كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أنه إذا صلى في المسجد صلى 4 ركعات يسلم من كل ركعتين، وإن صلى 6 فحسن، وهذا جاء أيضا في بعض الأحاديث، 6 ركعات، وإن صلى في بيته صلىها 2 ركعتين، ولو صلى 4 في بيته أيضا فهذا طيب، لكن فيه سنة بعدية بعد صلاة الجمعة كما ذكرت، إن صلى في المسجد فالأفضل أن يصليها 4 ركعات أو 6 ركعات ويسلم كل ركعتين، وإن اكتفى بركعتين أيضا فهذا أيضا من السنة وهو جائز، وإذا صلى في بيته فيصلي 2 ركعتين، وإن زاد فلا حرج أيضا. سعد من